اهلا بحضراتكم من جديد. هنبدا مع بعض فقره الصحافه اللي بنقرا وبنتابع فيها ونحلل اهم وابرز العناوين اللي ركزت عليها صحف اليوم. اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد الهواري الكاتب الصحفي. اهلا بيك وصباحك صباح الورد. قبل ما نبدا جولتنا في الصحافه هنشوف دلوقتي اهم منشطات الصحف قالت ايه النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد وهنبدا جولتنا في منشطات صحف اليوم. هنبدا من جريده روزا اليوسف وتحت عنوان سيناء في عيون مصر 10 رسائل للمصريين في العيد 36 لتحرير سيناء. ارجع تاني لضيفي في الاستوديو استاذ محمد الهواري الكاتب الصحفي. حضرتك ازاي بتقرا الرسائل دي اللي تحدث عنها الرئيس وازاي بتشوف التنميه اللي جايه في سيناء وامتى هتبدا التنميه اللي اتكلم عنها الرئيس؟ يعني الحقيقه احنا لما بنتكلم على سيناء طبعا اولا مش لازم ننسى ابدا كم الدماء اللي دفعت علشان نسترد سيناء. سيناء اللي حررناها بالدم وبالمفاوضات وبالدبلوماسيه، والنهارده بعد 36 سنه من هذا التحرير بنعيد تحرير سيناء مره اخرى ولكن من الارهاب هذه المره. وفي تقديري ان دي اصعب من المره السابقه. في عدو واضح، في جيش نظامي، عارفين احنا بنعمل ايه، في عمليه شامله، حرب شامله تعاملنا في حدودها. المره دي العدو ده كامن ومستخبي ومش معروف هو مين ومش واضح الملامح. حرب عصابات وتريد استنزاف قدرات الجيش المصري والشرطه. ولكن الحقيقه مصر قدرت انها تعمل المعادله دي، بالاضافه الى التضحيات الحقيقه اللي قدمها اهالينا في سيناء، وهم الحقيقه اللي بتدفعوا الثمن، هم اللي في خط المواجهه، هم اللي على الرغم من كل اللي بيحصل ده ولكن لسه قادرين ان الناس تروح الجامعه وتروح المدارس وتروح المصالح الحكوميه وتشتغل، وبتضرب الحقيقه مثال حقيقي في الوطنيه. يعني الامر الثالث وهو المتعلق بالتنميه، شفنا على مدار سنوات طويلة حديث عن التنمية، شفنا أنه عايزين يا جماعة يحصل تنمية علشان نقضي على الإرهاب وعلى الأفكار المتطرفة. كل دي الحقيقة حاجات كويسة جدا ولكن تحتاج إلى تفعيل، واللي كان واضح في حديث الرئيس أنه في إرادة حقيقية أن إحنا هتحصل التنمية وهيحصل الاستقرار في سيناء. ما نحتاجه حقيقة هو فكرة التكامل، وهو ده الشيء اللي بينقصنا شوية في مصر، أنه ما فيش تكامل في الأدوار، أنه ما فيش، ممكن يبقى عندنا رؤى وخطط واستراتيجيات ولكن مش بتلاقي مكانها للتنفيذ لان اصلا احنا مش متكاملين مع بعض. وبالتالي في تقديري ان الموضوع بتاع سيناء وتنميه سيناء هو مش امر جديد ولكن هو امر يحتاج الى نوع من انواع الحسم والاراده الحقيقيه، وده متوفر في هذه الايام. مش ناقص بس غير ان احنا نتحرك على الارض بالتوازي مع
القضاء على الإرهاب، وأعتقد أن ده يعني هدف اقترب من التحقيق. هاخد من كلامك أنه في إرادة حقيقية، وده مش جديد على مصر والمصريين، بدليل أن الرئيس تحدث عن النكسة وقال أن الجميع راهن على أن مصر كده انتهت، ولكن عادت مصر بانتصار 73، حرب 73 المجيدة. ليه في الوقت الحالي في البعض بيشكك فيما يحدث في سيناء؟ يعني دائما المشككين موجودين طول الوقت، برغم انه خلاص يعني احنا دلوقتي كل حاجه بتتعمل على الارض بتعرض اعلاميا على بجميع الطرق، سواء على المواقع الالكترونيه، سواء على الشاشات، سواء على طبعا في الصحافه في الاذاعات. خلينا نتفق ان يعني على مدار اوقات طويله جدا، وبسبب مشاكل تتعلق بالاداء المهني نفسه في وسائل الاعلام، بقى في حاله من حالات عدم الثقه ما بين المتابعين والقراء والمشاهدين، لان الموضوع طبعا اختلف دلوقتي، ووسائل الاعلام، بالاضافه الى ان الدوله في كثير من الاوقات بتفتقد الى القدره على الصراحه والمكاشفه والشفافيه والحديث. لو حضرتك تركزي في الكام سنه اللي فاتوا هتلاقي ان الوحيد اللي عنده هذا الشيء من الشفافيه والمصارحه هو رئيس الدوله، ولكن احنا ما فيش حد في الدوله بنتكلم معاه بنعرف منه ايه اللي بيحصل. ولكن فيما يخص الحرب التنميه، يعني الحرب الشامله في سيناء او العمليه الشامله في سيناء عفوا، لا في متحدث عسكري بيتقدم بشكل مختلف. لا تمام، انا معاكي، انا بس انا بحاول افصل انا بحاول افصل ما بين حاجتين، يعني بفصل ما بين الثقة فيما يصدر عن الدولة وما يحدث على الأرض في سيناء. تمام. اللي حاصل إنه على مدار فترة طويلة جدا إحنا عندنا مشكلة في إن إحنا ما بنصدقش الدولة. دي مشكلة قائمة. وأنا لسه راجع من طب اللي تسبب في كده الصحافة؟ يعني سؤال خبيث برضه. لا هو حاجة مشتركة والله، يعني لأن أنتوا يعني أنتوا كصحافة أنتوا حلقة الوصل ما بين المواطن والجهات المسؤولة. أنا عندي حاجة أقدر أتكلم فيها بشكل واضح جدا، وهي المتعلقة في أعقاب 2011، لما كانت في حاله من حالات الفوضى الاعلاميه، وكل واحد عايز يقول اي حاجه، فوضى في كل حاجه بقى مش اعلام بس بالظبط. والصحافه والاعلام كان انعكاس للفوضى اللي كانت حاصله، وبالتالي بقينا نشوف المواطن البسيط قاعد ماسك ورقه وقلم وبيحسب هو نصيبه قد ايه من ال 70 مليار بتوع حسني مبارك والحاجات اللي احنا كنا بنسمعها دي، بالاضافه الى انه مش عارف مين هيحاكم بتهمه الخيانه العظمى ومين هيعدم ومين. لما 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 القضاء عمل الواجب بتاعه وقام بدوره ووفقا للمعطيات الناس خدت البراءة، فحصل هنا شوك او حصل صدمة عند المتابعين لوسائل الاعلام، اللي هو ايه ده، ايه اللي حصل ده، انتوا ماركو بتضحكوا علينا بقى. بس المسؤول ففقدوا الثقة الصحافة. فقدوا الثقة بقى هنا في الصحافة وفي المؤسسات بتاعة الدولة. صحيح. وبالتالي الكام سنة اللي فاتوا نرجع نقول برضو أن المسؤول زي ما أشرت أن حصل فوضى فعلا في الصحافة، إنعكاس لما يحدث على أرض الواقع. بالزبط. لأن برضو يعني أنت بتقول لما حصلت المحاكمة وحصل براءات يعني وفقا للمعطيات، ده تقصير من الصحافة ان هي من الاساس ما وصلتش للمواطن انه يا جماعة القضاء ما بيمشيش كده، يعني المحاكمات القضائية ما بتمشيش بالاهواء. هو كان في حالة من حالات الفوضى او اللي نقول عليها سعار اعلامي شوية. سعار يمكن بالزبط. يمكن من ضمن المبادرات القيمة جدا اللي حصلت في هذا التوقيت كانت مبادرة من المصري اليوم، انا اسف لهذا الانحياز يعني. ولكن المصري اليوم في ذلك الوقت عملت افتتاحية جيدة جدا وقالت ان احنا لن ننشر على صفحات الجريدة الا الاحكام القضائية الباتة، لن ننشر تحريات جهات أمنية، ولن ننشر بلاغات مقدمة من أشخاص ضد أشخاص. تمام. احنا هننشر تحقيقات النيابة لأن بيتوافر فيها الحد الأدنى من ده. كان في 2011. يعني ده الحد الأدنى من الموضوعية، ان عندي متهم وبواجهه باتهامات وهو بيرد على الاتهامات، وبالتالي ده شيء طبيعي جدا. والأمر الثاني هو الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن القضاء. ايوه. اما فكرة ان شخص بيقدم بلاغ او تحريات أمنية، التحريات الأمنية بتحمل وجهة نظر اللي بيعملها. ايوه. البلاغ بيحمل وجهة نظر اللي بيقدمه. فده مش حاضر ان انا اتدخل فيه، لان ده كان سبب رئيسي جدا في الفوضى في ذلك الوقت. فبنوصل ان احنا في الكام سنة اللي فاتوا بنحاول نستعيد الثقة دي مرة تانية ما بين المواطن وبين الدولة. وده يتطلب الحقيقة في تقديري تأهيل المتحدثين الرسميين باسم الدولة والوزارات المختلفة. الأزمة دي موجودة بالمناسبة، كنت لسه في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في الكويت، نفس الموضوع ده بيتناقش دلوقتي في الكويت، فكرة الثقة، فكرة المصداقية. وكان خالد الجرالة نائب وزير الخارجية بيتكلم عن الموضوع ده، إن هم بيدرسوا دلوقتي يكون في متحدث رسمي باسم الحكومة ككل يتكلم ويرد على كل شيء، ويرد على الشائعات، ويرد على فيك نيوز، ويرد على الكلام ده كله. احنا محتاجين لده. احنا المصدر الرئيسي بالنسبه لنا فيما يحدث على الارض في سيناء هو المتحدث العسكري. العسكري طبعا. كمان في فيك نيوز بتحصل، ان في ناس بتقول كلام مش صح على الفيسبوك، ولكن
الشيء اللافت الحقيقة أنه بيحصل ردود على الكلام ده من ناس، يعني حد يقول والله ده بيحصل كذا 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 في سيناء، فيطلع أهالينا في سيناء يردوا صحيح. على الكلام ده. وبعدين في برضو الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، الناس حتى على الفيسبوك بقى عندهم وعي أكتر إن هم طبعا. بيعملوا شير على طول للبيان طبعا. يعني حتى مش بينتظروا إن هم يشوفوه على الشاشات، يعملوا على طول ده شير ده للبيان. ده بقى تراكم الخبرات، لأن احنا شفنا صحيح. اللي حصل على مدار السنوات الماضية، وقد إيه كان في مشاكل بتحصل، وقد إيه كان ممكن خبر بدون التحقق منه كان بيعمل أزمة صحيح. على مستوى الدولة ككل. في كل الأحوال ده شيء يعني يحمد الحقيقة، أنه في توضيح طول الوقت اللي بيحصل على الأرض في سيناء، والبيانات حتى بتتزع في التلفزيونات، ولكن بالتوازي مع ده لازم يبقى ينسحب على كل المؤسسات بتاعة الدولة. يعني برضو تعليقا على كلامك، وان الناس بقى عندها وعي اكتر على السوشيال ميديا، طبعا كالعاده هذه المنظمه المشبوهه في الحقيقه اسمح لي اقول اللي هي هيومن رايتس واتش انتقدت الاوضاع بداخل سيناء، وكان في رد على المستوى الرسمي والشعبي والصحف زي ما حضرتك اتكلمت عن بساله اهل سيناء وكفاحهم وصمودهم لمواجهه الارهاب، وده من واقع طبعا خبرتك كصحفي. ازاي بتقرا هذا التقرير هيومن رايتس واتش اللي هو دايما بتعمل فتنة ودايما بتقول كلام متفبرك؟ خلينا نقول انه المشكلة دايما بتبقى، يعني انا ما بقيتش بشغل بالي قوي بالحاجات الغلط اللي بتطلع، على قد ما بشغل بالي قوي بالرد عليها ازاي. اتذكر في 2014 وكنت من ضمن الناس اللي بتغطي قمة الامن النووي في لاهاي في هولندا، وكانوا عاملين هاشتاج على تويتر، فأنا يعني كصحفي موجود فعمال أقول معلومات على تويتر بالهاشتاج، فقمت قايل والله إن السكان اللي حوالين منطقة انعقاد القمة تم إخلاء المنازل علشان تأمين القمة. فوجئت بشرطة لاهاي بعتالي على دايركت مسج على التويتر بتقول لي إحنا محتاجين رقم تليفونك حالا دلوقتي، فاديت لهم رقم تليفوني، اتصل بيا، اتصل بيا مين بقى؟ مش الشرطه، اتصل بيا نائب عمده لاهاي. قال لي بس هو اللي انت كاتبه مش دقيق شويه، يعني no one was forced to leave، احنا ما اجبرناش حد انه يمشي. هو معترض على لفظ الاخلاء ده evacuated، يعني دي حاجه بالنسبه لهم كبيره جدا. يعني بيدققوا على اللفظ. اللفظ. طبعا. اللفظ. طبعا. انا صحفي من ضمن حوالي 300 صحفي في ذلك اليوم صحيح. يعني. بيغطوا القمه، ومعلش يعني صحفي من مصر يعني بالنسبه لهولندا هيبقى ايه اهميته يعني. ولكن قد ايه هم خايفين على الايمج بتاعت البلد، فقاموا قايلين لا في ناس موجوده وفي ناس احنا قلنا لهم لو تحبوا تقعدوا اقعدوا، عايزين زي ما برضو الناس فضلت تلعب على مصطلح اخلاء وتهجير. بالظبط بالظبط صحيح. وبرضو مره تانية وانا اسف لهذا الانحياز، ولكن المصري يوم عملنا مناقشه مهنيه بحته جدا قلنا ما هو التوصيف الادق، تهجير ولا مهاجرين ولا نازحين ولا ولا ولا، وفي النهايه استقرينا على اللفظ الادق. واللي ما يحتملش، ما دي برضو نقطه تانية، ان ممكن في اوقات وبحسن نيه بالمناسبه الناس تختار الفاظ ولكن بيبقى ليها حمل سياسي او بتحمل بحاجات تانية مش صحيحه. في ضوء المؤتمر اللي كان في الكويت الخاص بالاعلام، ما تمش مناقشه انه للاسف يعني في بعض القنوات العربيه اللي مش من مصلحتها خالص ان تستخدم هذه المصطلحات، دايما تقول لك المعارضه المسلحه فيما يخص حتى الشان السوري، وهم اصلا معروف ان هم ارهابيين، يعني ليه بنجمل صوره هؤلاء؟ يعني ماشي الغرب ليه مصلحه انه يطلق هذا المصطلح، ليه احنا بنمشي وراهم؟ يعني من باب بقى ان احنا بنبتدي نصحح المصطلحات وبندقق على ان الكلمه تفرق يعني. ما هو ده بالظبط اللي انا عايز اتكلم فيه، انه انا ما يهمنيش قناه كذا او كذا او كذا تقول اللي تقوله او المنظمه الفلانيه تقول اللي تقوله، ولكن انا يهمني الرد يبقى عامل ازاي. صحيح. مين بقى اللي يرد؟ وبالتالي انا بقترح وسبق ان اقترحت ده اكتر من مره ومش حمل ابدا ان انا اقترحه دائما، يعني احنا عندنا الهيئه العامه للاستعلامات. وبصراحه مصر الاولى بالرياده، مش عشان يعني مصر الاولى بالرياده في كل حاجه، احنا هوليوود الشرق واحنا بدايه كيان يعني كيان احنا ضخم. الاعلام من حضرتك يعني اثناء المناقشات في الكويت مثلا، هم لما بيتكلموا عن الاعلام في الكويت بيقولوا المدرسه المصريه والمدرسه اللبنانيه. صحيح. خلاص احنا موجودين يا جماعه وعندنا طبعا. ريادتنا. طب تعالوا بقى نكمل الموضوع ده. طيب ايه المشكله ان انا ابقى عامل زي البيت الابيض وعندي مركز للمؤتمرات الصحفيه العالميه شغال على مدار ال 24 ساعه، ومهمته الاساسيه ان يكون في احنا عندنا مرصد للشائعات موجود في مجلس الوزراء،
ولكن هذا المرصد انا اتمنى ان دوره يبقى اكتر من كده. وعندنا كفاءات تتقن العديد من اللغات مش الانجليزيه فقط، فرنسي والماني وده في ياباني وده المهم. انا النهارده مرصد الشائعات بيجيب الشائعه من على السوشيال ميديا وبيقوم بعتها لي في الجورنال يقول لي احنا رصدنا الشائعات دي على السوشيال ميديا. طب يا سيدي ما تكلمهم على السوشيال ميديا، انت بتكلمهم عندي ليه؟ بتكلمهم في التلفزيون ليه؟ وان كان ده جهد يحمد ويشكر ان هو بيحصل، ولكن لازم نبقى قادرين نتعامل مع معطيات العصر، محطات فلتره معينه لازم تمر بيها المعلومه، والكلام ده يروح بعد كده يتم اختيار مجموعه من القضايا الاهم والابرز اللي تم رصدها في هذا التقرير بتاع مرصد الشائعات، ويطلع متحدث رسمي من كل وزاره معنيه في هذا المركز بتاع المؤتمرات الصحفيه، ويعملوا لي بريس كونفرنس كل واحد مدته دقيقتين ثلاث دقائق يقول لي رد على الشائعات دي في حضور كل وسائل الاعلام المصريه والاجنبيه وباكثر من لغه. هو ده الصح اللي لازم يحصل. انما المشكله اللي بتحصل طول الوقت، ودي مش مشكلتنا، دي مشكله العالم العربي كله، ان احنا بنسيب المجال واسع جدا 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 للاخرين ان هم يتحركوا. فبياخدوا زمام المبادئ وهم اكثر وهم اسرع. على ما بنيجي احنا نرد بيكون الشخص اتملى بوجهة النظر الغلط ويظن انها الصواب. صحيح. فبالتالي انا مطلق. فبالتالي لا انت، طب انت جاي متاخر فخلاص، لا انا انت مش واثق فيك ومش واثق في كلامك. صحيح. هو ده اللي احنا محتاجين نفعله اكتر في الفتره المقبله. ننتقل لخبر اخر ومن جريده الاهرام. الرئيس اليوناني للاهرام: مصر تنعم بالاستقرار وتتطور بمعدلات سريعه. سبب زياره الرئيس اليوناني الى مصر من وجهه نظرك ايه؟ هو السبب المعلن طبعا ان هو جاي علشان فعاليات اسبوع الجاليات في الاسكندريه، والحقيقه ده من ضمن الحاجات اللي انا سعدت جدا بيها، يعني ان مصر فيها مثل هذا الحدث. الامر الثاني هو فكره التاكيد على العلاقات الثنائيه ما بين مصر واليونان، والعلاقات الثلاثيه الاستراتيجية جدا ما بين مصر واليونان وقبرص. احنا شايفين تحركات تركية بتحصل في المنطقة، شايفين الوضع في سوريا يعني في تقديري انه بيقترب من الحسم بشكل او باخر. تركيا بتحاول ان تبحث عن دور اكتر في المنطقة. شايفين الخريطة بشكل اساسي حوالينا في العالم بتتغير، الوضع في اليمن بيتغير، وبالتالي الوضع في البحر المتوسط هيبقى هو ساحة الصراع الفترة. صحيح. اللي جاية بسبب الكلام عن الغاز اللي مصر قطعت شوط كبير جدا فيها بالتعاون. صحيح. مع اليونان وقبرص ومجال الربط الكهربائي كمان ومشروعات الطاقة المشتركة. إذن الحقيقة هذه الشراكة الاستراتيجية كل يوم بتزداد قوة وبتزداد تأكيد. هيكون مثمر بقى لأي حد من وجهة نظرك موضوع التعاون في مجال الطاقة ما بين مصر واليونان؟ الموضوع بتاع الطاقة الحقيقة احنا بلد متطلبة جدا وعندنا احتياجات كبيرة جدا. اليونان في تقديري هي بوابتنا إلى أوروبا، هي الحليف الاستراتيجي على المستوى السياسي، الحليف الاستراتيجي على مستوى الطاقة، على مستوى الأمن في منطقة البحر المتوسط. وبالتالي احنا محتاجين جدا ان احنا نستفيد من هذه العلاقات اليونانية في الدخول الى قلب اوروبا والاستفادة من الخبرات الاوروبية في مجال الطاقة. الناس برا شغالة في مجال كفاءة الطاقة، الناس شغالة في مجال تخزين الطاقة، الناس شغالة في مجالات السمارت بيلدينجز او المباني الذكية. كل دي الحقيقة حاجات مصر محتاجاها. كنت سعيد جدا أثناء وجودي في فنلندا في شهر مارس الماضي، من 19 ل 24 مارس كان في هناك أسبوع اسمه أسبوع الطاقة في مدينة اسمها فازا. فازا دي في جنوب فنلندا على الحدود مع السويد. الناس دي رايحة فين؟ الناس دي بتتكلم في إيه؟ وكنت سعيد جدا وأنا بتكلم معهم كمصري وأنا بقول لهم إن إحنا عندنا مشروع السولار بارك اللي في بنبان اللي هي حديقة الخلايا الشمسية اللي موجودة، وإن ده مشروع الأكبر في العالم مش بس في الشرق الأوسط لكنه أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم. عندنا مشروع طاقة الرياح اللي في الزعفرانة. هم دي اهتماماتهم، هم مهتمين جدا بالطاقة الجديدة والتكنولوجيا في هذا المجال، وعلشان كده هم بيخاطبوا مصر وبيخاطبوا أفريقيا إن هم عايزين يشتغلوا. هم شايفين بحسب تقارير البنك الدولي، لا وهم حرام ما عندهمش تقريبا شمس خالص. بالظبط، يعني الدول دي بالظبط بيبقى الشعوب بيجي لها اكتئاب من كتر ما هم اصلا مش متعرضين للشمس. مفيش شمس. الحاجه الثانيه ان هم يعني التقارير اللي جايه لهم عن مصر من البنك الدولي، بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الافريقي للتنميه، انه مصر منطقه واعده جدا للاستثمار خلال كمان ال10 سنين اللي جايين. فبالتالي هم مهتمين جدا ان هم يستثمروا في مصر،
وخصوصا في مجال الطاقه. وعندهم مؤسسات ومنصات تمويليه كثيره جدا. عندهم المؤسسه مصر ازاي تقدر تستفيد من الموارد الطبيعيه اللي فيها، وخصوصا ان على ذكر يعني المؤتمر اللي حضرتك حضرته في مؤتمر الطاقه في فنلندا، العالم بيتجه بقوه لاستخدام الطاقه غير يعني ضد الطاقه الغير نظيفه، يعني عايزين يستخدم الطاقه النظيفه، فازاي مصر ممكن تستفيد من ده؟ هنا في مش كل دول العالم بتتعامل بنفس الطريقه او بنفس المنظور. يعني يمكن الدول الاسكندنافيه اللي هم الناس الجمال دول اللي في شمال اوروبا منظورهم شويه مختلف، ودول مثلا زي امريكا او دول تانية عندها منظور تاني في التعامل مع الموضوع. الدول دي بتشوف انها عايزه تنقل لنا او تتخلص من التكنولوجيا الغير النظيفه دي وتجيبها عندنا، التكنولوجيا اللي هي بتعمل انبعاثات قويه جدا فيما يتعلق بثاني اكسيد الكربون. ده مش عندنا بس، ده في افريقيا كلها، في القاره الافريقيه بشكل عام، والغازات المتعلقه بالغازات المسببه للاحتباس الحراري ودورها طبعا في موضوع التغيرات المناخيه. العالم كله متفق بحسب اتفاقيه باريس، الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، إلى تخفيض درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين. العالم كله بيشتغل على هذا الأمر. نصيب مصر من الانبعاثات دي تقريبا 6%، كلام فاضي يعني. وبالتالي مين اللي ليها النسبة الأكبر؟ الصين طبعا وأمريكا والهند والدول دي. فالفكرة كلها إن هم بينقلوا لنا التكنولوجيات الملوثة دي في أفريقيا، تمام. ولكن الدول الاوروبيه بتبص للموضوع من منظور تاني خالص، واعتقد هو ده اللي احنا محتاجين نستفيد منه الفتره اللي جايه. صح. بيبصوا لها ازاي؟ ان احنا بنحول هذه التكنولوجيات بتاعت الطاقه النظيفه الى استثمارات. فانا عايز انقل لك الاستثمارات دي عندك والتكنولوجيا دي عندك ونعمل استثمار احنا الاثنين مع بعض. فبالتالي مصر ممكن تعمل استثمارات داخل فنلندا. تمام. وممكن مصر تعمل استثمارات بالشراكه مع فنلندا في أوروبا وفي أفريقيا وفي غيرها من الدول. الفكرة كلها هي فكرة أن الناس دي عندها خرائط استثمارية، إحنا نفتقد لهذا الأمر. يعني أنا رايح في إطار برنامج بدعوة من وزارة الخارجية الفنلندية علشان يعرفوني على إزاي إحنا بنمول المشروعات بتاعة الطاقة النظيفة دي، إحنا بنعمل إيه، إزاي بنشتغل على الاقتصاد الأخضر، إزاي بنشتغل على الاقتصاد الدائري، مفاهيم حتى اقتصادية مختلفة إحنا لازم نخلي بالنا منها ونشوفها. يعني لما بيجي نتكلم على بعض الشركات اللي هي لنقل الأفراد بأجر، مش عايز أقول يعني أسماء، اللي موجودة عندنا في مصر، شوف إحنا بنعمل معها إيه. شوفي مثلا فنلندا بتتعامل معها إزاي. فنلندا بتتعامل معها إنها نموذج اقتصادي، انها موفره جدا للطاقه، لان انا راجل عندي عربيه بركن عربيتي وبستخدم الشركات دي، فبالتالي انا بقلل الضغط على الطرق بتاعتي، بقلل الضغط على البيئه بتاعتي وفيما يتعلق بتلوث الهواء واستخدام الطاقه. الامر الثاني المهم جدا ان هو نموذج اقتصادي، لما العربيات دي بتشتغل ما انا كده بشغل قطاع المبيعات بتاع العربيات. طب ما الناس عشان تجيب العربيات فبتاخد قروض من الـ من الـ من البنوك، فبشجع كمان فكره. طب واحنا بقى بنتعامل معاها ازاي موضوع العربيه؟ يعني احنا شايفين دلوقتي في اتجاه مثلا يكون في اجراءات قانونيه انه ناخد مش عارف نسبه قد ايه من ارباح مين، فبالتالي احنا بنقتل اصلا المشروعات دي. فدي حاجه نجحت جدا على المستوى الشعبي، مع انها نجحت جدا، الناس متقبله. ازاي انا بقى اقدر ادخلها تبقى جزء من المنظومه الاقتصاديه؟ هو ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه، مش ان احنا ازاي ناخد منها فلوس. ده الموضوع. يعني ازاي استخدمها كتول او اداه ان انا اجيب منها فلوس اكتر، ولكن بشكل اكتر تنظيما. هو ده اللي احنا المفروض نتناقش فيه. فالناس بره بتتعامل في هذا السياق. الناس بره ورونا المؤسسات التمويليه واحنا بنشتغل على ايه وايه اهتماماتنا في افريقيا. من ناحيه تانية الشركات بقى اللي انتم ممكن تستعينوا بيها. من ناحيه ثالثه عندهم نتورك ضخمه جدا تابعه للدوله اللي هي بتعمل تشبيك ما بين المؤسسات التمويليه وما بين الشركات، وبعدين بيعملوا خريطه استثماريه. هم قارين العالم وعندهم مؤسسات ثينك تانكس بتفكر وبتحط استراتيجيات للشركات دي، وشغالين على المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي احنا بنشتغل عليها برضو، او اللي احنا شايفين انها محتاجين نشتغل عليها. لا، هم اشتغلوا عليها خلاص. كل دي الحقيقه نماذج محترمه جدا لازم نشتغل عليها. هم شغالين على الطاقه الشمسيه، شغالين على طاقه الرياح، شغالين على تحليه الميه، شغالين على السيارات الكهربائيه، واحنا في مصر ابتدينا نتكلم على الكلام ده. العالم كله بيتجه الى فكره التكامل، ما عادش في فكره التنافس دي. احنا عارفين ان احنا كلنا لو ما تعاملناش وتعاملناش مع بعض هنروح في داهيه كلنا، فبالتالي لازم نتعاون كلنا. فبدل ده المفروض نكون عاملين حسابه من وقت ما بدات العولمه، منذ اكتر من 20 سنه يمكن. بالظبط. الانترنت والويب، وخلاص كان دي المفروض بدايه تدشين بقى العولمه بشكل يعني ايقاعه سريع.
بالظبط. وعشان كده انا طول الرحله بتاعت فنلندا دي بسمع ثلاث مصطلحات، وفي كل برزنتيشن بيتعمل بيتكرروا الثلاث مصطلحات. ديجيتاليزيشن، ان هم ازاي تحولوا الى ديجيتال، لان ده شيء بالنسبه لهم ليه مزايا كتيره جدا. صحيح. الامر الثاني الاوتوميشن، ازاي نتحول نبقى نقلل العنصر البشري في العمليه الانتاجيه علشان ضبط العمليه الانتاجيه، ولما يكون في مشكله نعرف نرصدها ونحلها. والمصطلح الثالث اللي هو التدويل، ان احنا ازاي نخرج من فنلندا للعالم، ازاي شركه صغيره في قلب مدينه صغيره في جنوب فنلندا تبقى موجوده في اكتر من 120 دوله على مستوى العالم. هو ده اللي الحكومه الفنلنديه ده كل ده على فكره فيه. يعني تحت النظام او تحت مظله The New World Order واللي اشار ليها جورج بوش الاب بقى، شوف من زمان يعني امريكا بتتكلم في هذا الشان، والتنميه المستدامه والى اخره، كل ده احنا بنتكلم في نظام عالمي فعلا جديد. بالزبط. ان العالم كله يبقى يعني قريه ولينا نصيب كبير جدا ولينا فرص كبيره جدا في هذا العالم. صحيح. طيب احنا بنتكلم بقى على كل حاجه هتمشي بالكهرباء والسنسورز كتير، لما البلد بتغرق بقى يعني العربيات نصها بيغرق، في العربيات يعني ما استحملتش موضوع الميه ده، احنا مش عارفين برضو يعني خلينا نقول ان الكارثه الطبيعيه مفيش حد طبعا ليه يد فيها ولا تعرضت لها مصر في الفتره الاخيره، هي بس عشان احنا مش متعودين عليها كمصريين طبعا. جديد علينا هذا المناخ طبعا بلا شك، لكن واكيد دول تانية بيحصل فيها اسوأ من كده بكتير. فخلينا نتكلم في ضوء ما حدث بقى في الايام اللي فاتت في هذا الجو السيء يعني، ومن جريده المصري اليوم وتحت عنوان المصري اليوم بقى بيتك يعني وتحت عنوان النائب العام يكلف الرقابه الاداريه باعداد تقرير حول غرق القاهره الجديده، مراجعه تشكيل مركز اداره الازمات التابع لمجلس الوزراء ومنح صلاحيات تتيح له مواجهه الطوارئ. خلينا في الاول نتكلم، هل في مشكله في يعني البنيه التحتيه للحي لمنطقه القاهره الجديده بشكل عام؟ ولو ده لو في اصلا مشكله في التاسيس في وضع الاساس لهذه المنطقه، طب كانت المسؤول يعني كان هيعمل ايه؟ هي طبعا هيئه الارصاد قايله من قبلها بفتره طبعا خلي بالكم في انقلاب يعني الجو هيحصل فيه كذا وامطار طيب وانا دلوقتي مثلا كمسؤول عن منطقه معينه هي مش معمول الحساب انه هيبقى فيه امطار بهذا الشكل، المفروض كنت اتصرف ازاي؟ هنا اداره الازمه المفروض كانت تاخد شكل عامل ازاي؟ يعني احنا عندنا هي المشكله فين؟ يعني هل التاسيس الهندسي في اكتر من مشكله يعني اولا المشكله على الرغم من ان القاهره الجديده طبعا دي منطقه جديده وكل حاجه، ولكن هي منطقه عشوائيه تمام. ازاي بقى؟ عشوائيه في التخطيط معقوله؟ لانه الناس الخبراء والناس الهندسيين يعني لما بيجوا يتكلموا على مثلا حاجه زي شارع التسعين ده مكان منخفض فبالتالي اي امطار بتيجي شمال يمين لازم هتنزل في شارع التسعين تمام. ان القاهره الجديده اصلا مبنيه بالكامل على مخرات للسيول، فبالتالي اصلا ما عادش في مخرات سيول، هي في قاهره جديده فاصبحت القاهره الجديده هي مخرات السيول. تمام. يعني ده مخرات السيول دي معنى كلامك ان اساسا دي كانت غير صالحه اساسا لبناء منازل او تبقى منطقه سكنيه؟ ده وارد جدا. الامر الثالث وده المهم، هو هل احنا عندنا في عندنا ما يسمى بكود البناء المصري، ولكن مين اللي بيلتزم بيه؟ ما اعتقدش ان في حد بيلتزم بيه. كود البناء المصري اللي بيقول ان لازم يبقى كل عماره ليها الجراج الخاص بيها وليها معرفش التصريف الخاص بيها الكومباوندز دايما وفيها حاجات للناس ذوي الاعاقه علشان التسهيل عليهم وكلام ده، كل الكلام ده ما بيحصلش على ارض الواقع. انا في تقديري ان الموضوع كان محتاج تدخل من الدوله في انه انا مضطر ان انا اقطع حضرتك وطبعا احنا دلوقتي مشاهدينا عايزين نقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل زي ما حضراتكم شايفين معانا، وطبعا النهارده في احتفاليه خاصه بعيد العمال هيشهد طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفاليه اللي بينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طبعا بمناسبه عيد العمال. كل سنة حضراتكم طيبين. هيلقي كلمة بالمناسبة دي لعمال مصر، وده طبعا باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج. وكمان يعني من المقرر طبعا أن الرئيس هيكرم خلال هذا الاحتفال 10 من قدامى النقابيين من اللي طبعا أثروا في العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وده طبعا بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وكمان 2 من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة. برجع تاني لضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد الهواري.
وبنكمل كلامنا على التخطيط لمدينه القاهره الجديده. فيبدو ان كان في ازمه ومشكله كبيره جدا في التخطيط، الناس بتتساب تبني زي ما هي عايزه، فبالتالي انا بروح بجيب مهندس، المهندس بيروح يجيب مقاول، فمدى اعتمادنا على تنفيذ الكود، ممكن واحد ينفذ الكود لكن في ألف ما ينفذوش الكود، وبالتالي وصلنا الى هذه العشوائيه اللي احنا شايفينها، العشوائيه الجميله اللي احنا شايفينها في مع ان احنا بنتكلم في منطقه معروف ان السكان اللي فيها مستواهم المادي مرتفع بالزبط. يعني انت مش منطقه عشوائيه بمعنى انا بتكلم على عشوائيه التخطيط، بس هي عشوائيه ولكن يعني غريبه بالظبط، لانه مفيش تصريف للميه. أيوه. الامر الثاني في ضوء البيان اللي صدر عن هيئه الرقابه الاداريه اتضح كمان حجم الازمه كان عامل ازاي. اولا حجم الامطار كان اضخم بكتير جدا من المتوقع، ده شيء يعني ده حاجه خارجه عن اراده اي حد. ولكن ان محطات الرفع فيها مشاكل لان الناس اللي استلمتها ما استلمتهاش على مواصفات، بعدين محطات الرفع دي محطه بتسلم محطه بتسلم محطه، فلو محطه واحده بس عطلت المحطات كلها ما بتشتغلش، والمحطات دي بترفع الميه على ارتفاعات عاليه جدا وبالتالي بتحتاج طاقه، فبالتالي بتشتغل بالكهرباء، فبالتالي لما الميه دي نزلت فالكهرباء قطعت، فالمحطات دي كانت مشتوله تماما وما اشتغلتش. يعني في ازمه حقيقيه جدا، وغير بقى كمان طب هل دي مسؤوليه رئيس الحي يعني رئيس المنطقه؟ هي اكتر من مسؤوليه بحسب البيان الصادر من هيئه الرقابه الاداريه. لا هي اكتر من مسؤوليه، يعني بدءا من الناس اللي استلمت المحطات دي. نيجي بقى كمان لفكره، وانا عجبني جدا هذا المصطلح، وهو التعامل الاحترافي طبعًا. او حرفيه التعامل مع الازمه. صحيح، دي نقطه احنا بنفتقدها بقى. وبالتالي انا اول ما اشتغلت صحافه، الكلام ده كان من 15 16 سنه، كان من اول الموضوعات اللي انا عملتها موضوع عن الشبكه القوميه لاداره الازمات. تمام. وكانت في نقابه التطبيقيين وفيها بعض يعني لواءات سابقين بالقوات المسلحه المصريه والى اخره. الناس دي كانت عامله نموذج لشبكه قوميه لاداره الازمات، وده موجود في اي حته في العالم يعني. احنا بنفتقد ده بقى. كويس جدا عندي مركز اداره الازمات في مجلس الوزراء، عندي مركز عالمي لاداره الازمات في القوات المسلحه، واحنا شايفين الازمات القوات المسلحه بتتدخل فيها ازاي، بتتعامل فيها بالحرفيه دي، لان الناس مؤهله لده، الناس متدربه على اداره الازمات. الف في اداره ازمات ان اعترف ان هناك ازمه، الف في اداره ازمات ان اتوقع ان ربما تحدث ازمه ويكون عندي السيناريوهات للتعامل معاها. الف في اداره ازمات لما بتحصل ازمه زي بتاعه القاهره الجديده اطلع منها بدروس مستفاده، فاشتغل على طول على ارض الواقع. كل دي الحقيقه امور لازم تتخذ في الاعتبار. طب حضرتك اتكلمت على ان التخطيط الاساسي لشارع التسعين او المنطقه دي ان هو اساسا مخرط سيول، دي بقى هتتعالج ازاي؟ دي بقى عندنا الحمد لله الفنيين وعندنا المهندسين وعندنا الاكاديميين وعندنا الشركات اللي تنفذ، ناس تقعد تعمل لنا افكار غير تقليديه. ده كده المفروض المنطقه دي تتشال خالص وتتنقل. لا احنا مش بنتكلم نتشال، احنا بنتعامل على ارض الواقع، احنا خالص في واقع قائم. في واقع صحيح. في واقع قائم. فبالتالي احنا عايزين حلول غير تقليديه بقى، اقعدوا مع بعض وتتكاملوا مع بعض، هي بقى دي الفكره. يعني وزاره الاسكان بقى تقعد مع وزاره مش عارف ايه مع شركه ايه علشان نتكامل ونحل الموضوع ده. الجرس الانذار اللي بيطلع الحقيقه من الموضوع ده هو فكره، هل لدينا مسؤولين لديهم خبره في اداره الازمات؟ وخصوصا بقى ان حضرتك بتتكلم على مشكله لازم تتحل من جذورها. بالظبط. احنا ما عندناش للاسف مسؤولين بيديروا الازمات، احنا محتاجين الى التالي. اي مسؤول، وانا لما بقول اي مسؤول هنا معناه مدير المدرسه، معناه الاستاذ اللي في الفصل، معناه الدكتور اللي في الجامعه، معناه رئيس المدينه، معناه رئيس الجهاز، معناه الوزير، معناه مساعدين الوزير. لازم جزء رئيسي من تكوينهم المهني علشان اصلا ياخد وظيفته دي انه يكون حاصل على دبلومه على الاقل في اداره الازمات. عارف يعني ايه اداره الازمات؟ انا عايز الطفل والتخصص ده مش موجود يعني، موجود وقائم وليه ناسه وبيدرس، بس يعني ايه على الورق حلو قوي نظريا، وفي بس ناس هو ما مارسش عمليا، وفي ناس تانية بياخدوا دورات على الورق، دوره اداره الازمات وخلاص. لكن هل نفذها؟ ما نفذهاش. ليه بقى؟ هل بيبقى مكبل مثلا بان هو مش قادر يتحرك، ملوش صلاحيات تخليه يتحرك على الارض؟ مفيش خيال. وبعدين في حاله، انا اسف يعني، حاله من حالات تكبير الدماغ بقى، انا لسه بحاول اتعب نفسي واعمل سيناريوهات وادرب الناس عليها ومش عارف ايه، ده تهريج. طب في ظل ان حضرتك ذكرت ان اوريدي في عشوائيه في التصميم من الاساس، وانا دلوقتي مثلا كمسؤول عن منطقه القاهره الجديده وجت هيئه الارصاد قالت خلي بالكم هيكون في امطار غزيره، كنت المفروض انا كمسؤول او اداره ازمات او لجنه اداره ازمات اتصرف ازاي؟ وخصوصا ان انا عندي اصلا زي ما بتقول ان حتى يعني المكان اللي موجود لحل الازمه مش شغال، جت عليه مش عارفه المطر وقفت الكهرباء، طب اعمل ايه؟ يعني كنت وقتها هتصرف ازاي؟ هو المفروض قبل اي حاجه انا كمسؤول، يعني انا
لما يعني استلمت وحده داخل جريده المصري اليوم، وحده الانتاج التلفزيوني والمالتي ميديا، الكلام ده من كذا سنه يعني. اول حاجه عملتها ايه؟ عملت جرد. بشوف المعدات اللي عندي، المعدات دي صالحه ولا لا، مين الناس اللي شغاله، الناس دي كفاءتها عامله ازاي. يعني ده كان المفروض يحصل في الاربع ايام اللي كانت. اشوف انا مستعد ولا لا، اشوف انا مستعد ولا لا، وارفع تقرير بقى انه انا عندي مشكله، عندي مشكله بالشكل الفلاني، وبالتالي انا محتاج كذا محتاج كذا، ابدا اعمل تحذيرات للناس، خلوا بالكم من كذا خلوا بالكم من كذا. اصل هيخلوا بالهم من ايه؟ ده يعني حسابي الشقق الارضي دي بالظبط غرقت بالزبط. كانوا هيعملوا ايه؟ اعمل حسابي ان انا عند شارع 90 ده اجيب عربيات لرفع الميه تبقى موجوده وجاهزه ستاند باي. هستاذن حضرتك وننتقل دلوقتي لبث حي مباشر، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الاحتفالية بعيد العمال. وطبعا زي ما قلنا ان الرئيس هيشهد الاحتفالية اللي بينظمها الاتحاد العام لنقابات العمال، وزي ما حضراتكم شايفين وصول الرئيس السيسي الى القاعة، وده طبعا بمناسبة عيد العمال. كل سنة وكل عمال مصر بألف خير، وطبعا الفريق صدقي صبحي وصوله للقاعة ايضا. طبعا فعاليات الاحتفاليه النهارده ان هنتابعها معاكم طبعا لحظه بلحظه على شاشه قناه 10 في بث حي مباشر مشترك طبعا من التلفزيون المصري. هيلقي الرئيس كلمه بالمناسبه دي، وباعتبار طبعا ان العمال الركيزه الاساسيه للعمل والانتاج. بنرجع لكم مره ثانيه وبنكمل مع ضيفي استاذ محمد الهواري الكاتب الصحفي، وكنا بنتكلم عن ازمه الامطار والسيول اللي حصلت، كان في برق ورعد في منطقه القاهره الجديده. احنا الموضوع زي ما قلت بيضرب جرس انذار قوي جدا. اداره الازمات كمان لازم تبقى سلوك انساني، يعني انا ابقى شخص عارف ازاي ادير ازماتي اليوميه. ما اصل ازماتي اليوميه دي مش هتبقى ازمه زي المطر، ممكن ازمتي تبقى ان الطريق زحمه، ممكن أزمتي تبقى إن الماء قطعت، ممكن أي حاجة. فأنا إزاي يكون عندي التفكير المنهجي والعلمي الدقيق إن أنا أقدر أعمل الكلام ده، يبقى سلوك بشري أصلاً. ما هو ده اللي موجود، وده مش بس دي صعب. ثقافة عامة بالزبط للمواطنين بالظبط، بيبقى مسؤول عنها بقى طبعا الصحافه هي المقام الاول، لان انتوا المصدر مش دايما. مش بس لا مش بس الصحافه لا يعني مش بس الصحافه، مناهج التعليم طبعا انا عايز الطفل في الابتدائي ويتعملوا نماذج محاكاه لازمات وازاي اتعامل فيها. انا فاكر زمان لما حصل موضوع الزلزال مثلا، كانوا ابتدوا يعملوا يعني زي تدريبات كده للاطفال ان هم يخشوا تحت الديسك ومش عارف ايه. ده لازم يبقى ثقافه بقى، ثقافه عامه. لو حصل كذا تعمل ايه؟ ايه كل انواع الازمات اللي تخطر على بالنا كده، ونحط لها سيناريوهات، ونحط تيبس كده للاطفال لحد الناس اللي عندها 80 سنه تعمل ايه لو حصلت الازمات دي. وبالتالي ده كمان يتطبق على مستوى المسؤولين. لازم تبقى ثقافه لاداره الازمات، لازم يكون عندنا شبكه قوميه لاداره الازمات، كله مربوط ببعضه وكله بيحط امكانياته في خدمه التاني. ندفع بايه علشان انا هسحب الميه؟ لا ده انا هفتح ما اعرفش ايه من الناحيه دي. التكامل ده، التكامل 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 صحيح. وان تصبح اداره الازمات ثقافه، ده الشيء اللي احنا محتاجينه جدا. وده بيضرب جرس انذار لحاجه اصعب من كده بكتير. احنا عندنا ان شاء الله مفاعل نووي في الضبعه بالظبط. احنا عندنا ان شاء الله زي ما قلت الموضوع بتاع الزعفرانه، احنا عندنا طرق، احنا عندنا كباري، احنا عندنا قناه سويس جديده، احنا عندنا يعني الحقيقه مرافق استراتيجيه وحيويه في الدوله. فاذا ما كانتش من دلوقتي احنا عندنا استعداد ان كل فرد موجود في الاماكن الحيويه دي عنده الحد الاقصى مش الادنى من اداره الازمات، يبقى صحيح. نقفلها من دلوقتي صحيح، علشان ما نعرضش نفسنا لكوارث بقى. يبقى احنا هنرجع تاني نقول ان الناس غير مؤهله لاستقبال الانجازات اللي بتحصل، ولازم يكون مؤهل يا جماعه بمشروع تنفيذي، مشروع عملي. مش ان انا اروح احضر كلمتين اسمع كلمتين من حد وممكن كمان وهو بيتكلم اطلع اشرب سيجاره ولا اشرب كوبايه شاي وبعدين ارجع تاني على اخر اليوم ونرجع تاني واخد الشهاده. ايوه، واقوم معلقها في المكتب ان انا واخد شهاده. يقول لك بلد شهادات. هو موضوع مش شهادات صحيح. هو موضوع ان انا بيتعمل سيناريو عملي لازمه في نطاق تخصصي وعملي وبنفذها وانجح او اسقط. احنا طبعا هنستقبل